كيف تقرؤون ما جاء في البيان الصادر عن المحتجين والذي طالب بتصفير العملية السياسية وإقامة نظام جديد والتحضير لتظاهرة كبرى يوم 25 من هذا الشهر إذا لم تنسحب القوى السياسية من العملية السياسية؟ شكرا على الاستضافة، تحياتي لك ولضيوفك ولمشاهدي قناتكم الكرام. أنا أتصور بأن هذا ما جرى اليوم بالتحديد من خلال اللجنة المركزية للتظاهرات التي جرت في ساحة النسور، أعتقد هي رسالة، يعني ما قبل أن يكون هناك مسار آخر لهذه التظاهرات، سيما وأن من تجمع في النسور وحتى التحرير بات يدرك من أنه لا توجد نية لهذه الأحزاب التقليدية لغرض تغيير نهجها أدائها بشكل كامل، يعني خصوصا وأن التحالفات أو حتى الاتفاقات التي تنسج يعني لا تزال تعتمد مبدأ احتكار الدولة والمحاصصة، وأيضا لا يوجد حتى مساحة ضمن هذه التحالفات لأي عملية إصلاح في النظام السياسي أو حتى في طبيعة مسار الدولة العراقية. لذلك أنا أعتقد هو يدخل في باب التعبئة، يعني نعم. خصوصا وهم حددوا يوم 25 ولهذا التاريخ لا أقول ذكرى أليمة، لكن إصرار إذا ما عدنا إلى العام 2019 إصرار من قبل شباب ثورة العام 2019 على المضي، وحتى حينما أعطوا هذا الموعد آنذاك كانت فرصة لغرض إعادة الطبقة السياسية.